فعليه خافية من أعمالهم أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، هو على كل شيء قدير، أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك. وهذا نوع من الذكر جليل جدا، أن تعرف الناس بالله عز وجل. ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا تواب، ربنا قوي، ربنا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ربنا أمرنا أن نستعين به وما أمرنا أن نستعين به إلا ليعيننا، ربنا أمرنا أن نسأله جوف الليل وقت السحر، أن نسأله حاجتنا كلها، سؤلنا كله. أن تحدث الناس عن الله عز وجل كلاما طويلا مستفيضا، تبين لهم أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، ويعني كيف يعامل عباده، كيف يرحمهم، كيف يعلم حركاتهم وسكناتهم. وهذا نوع آخر من الذكر، ولعل هذا النوع هو ذكر الدعاة إلى الله عز وجل. يذكرون الله لعباده، يعرفون الله لعباده، يقربون العباد إلى ربهم، يحببون الله إلى عباده، يحملونهم على طاعة الله، يبينون لهم طريق الوصول إلى الله. هذا من أجل أنواع الذكر. لعل النوع الأول هو ذكر عبادة فردية، ولعل النوع الثاني ذكر الدعوة إلى الله عز وجل، وكلاهما ذكر لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروني أذكركم، اذكروني لعبادي، بينوا لهم عظمتي، بينوا لهم رحمتي، بينوا لهم حكمتي. هناك من ينفر، هناك من يقول نجار عنده قطعة خشب جعل أحدهما باب قصر والثانية باب الكنيس، ألك عنده سؤال؟ طبعا لا، لكن هذا الكلام لا يحبب الله إلى عباده. بعضهم يعتقد عقيدة الجبر ويبين للناس أن الله خلق الإنسان كافرا وأجبره على الكفر وسيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين. هذا ليس مقرب لكنه منفر. هناك من يقول قد تطيعه طوال حياتك ويجعلك في النار، هو على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل قال إن ربي على صراط مستقيم، قال وهل مجازي إلا الكفور، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا التوضيح المبتور، أن تأتي بنص دون أن تربطه ببقية النصوص، أن تأتي بنص هو لو جمع مع بقية النصوص لكان متكاملا معها، أما أن تجتزئ نصا وأن تلح عليه وأن تنفر الناس منه، أنت لست مقربا إلى الله عز وجل، ولست تحبب الله إلى عباده، ولست تحملهم على أن يتصلوا به ولا على أن ينصاعوا لأمره. أيها الإخوة الكرام، الذكر الأول ذكر العبادة، ولكن الذكر الثاني ذكر الدعوة إلى الله. يجب أن تعرف الناس بأسماء الله الحسنى، بصفاته الفضلى، أن تعرفهم بكرمه، برحمته، بعفوه، بمحبته لعباده، بفرحه بتوبتهم. يجب أن تجعل من دعوتك تعريفا بالله، يجب أن تعرف بالآمر قبل أن تعرف بالأمر، لأن كلمة المشهورة إن عرفتهم بالأمر ولم تعرفهم بالآمر تفننوا في التفلت من هذا الأمر، أما إن عرفتهم بالآمر ثم عرفتهم بالأمر تفانوا في طاعة الآمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمضى حقبة طويلة في مكة يعرفهم بالآمر. فلما استقر الإيمان في قلوبهم ولما تمرسوا بمعرفة الله عز وجل جاء التشريع، فإذا هم من الورع بمكان. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي،
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فاستنبط بعض العلماء أن الذكر ينبغي أن يكون حمدا وثناء وتمجيدا لله عز وجل. لذلك قالوا المحب الساكت لا يكون حامدا، والحامد غير المحب لا يكون حامدا. لا بد من أن يمتلئ قلبك محبة له، ولا بد من أن يلهج لسانك بحمده، ولا بد من أن تمجده للخلق. أيها الإخوة الكرام، وهناك نوع من الذكر هو من أجل الأنواع أيضا، أن تذكر أمره وأن تذكر نهيه وأن تذكر أحكامه التشريعية. هذا هو الأمر، هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مندوب، هذا مباح، هذا فرض، هذا فرض عين، هذا فرض كفاية، هذا محرم، هذا شرك، هذا كفر. أنت حينما تعرف الله تشعر بحاجة قوية جدا إلى أن تتقرب إليه. بما تتقرب إليه؟ بطاعته. تطيع ماذا؟ تطيع أمره. أين أمره؟ إذن جزء من الدعوة إلى الله أن تعرف الناس بأمره. وكأن الدعوة تقوم على دعامتين: أن تعرف الله بذاته، أن تعرف العباد بذات الله عز وجل، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، بالتوحيد، بأنه خالق السماوات والأرض، رب العالمين، مسير كل شيء، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هذا جانب من الذكر. والجانب الثاني أن تذكر أمره ونهيه. إطلاق البصر حرام، وغض البصر أمر إلهي في القرآن الكريم، ضبط اللسان أمر إلهي. كيف نسخ الدين عند الناس إلى عبادات شعائرية جوفاء؟ كيف يقول جعفر رضي الله عنه للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. منهج أخلاقي كامل. الإيمان كله صدق، الإيمان كله محبة، الإيمان كله إخلاص، الإيمان كله عفة. هذا الذي يصلي ويضحك الناس بنكات بذيئة جنسية، كيف تنسجم الصلاة مع هذا المزاح البذيء؟ كيف؟ هذا الذي يصلي ولا يؤتمن على مال، هذا الذي يصلي ولا يؤتمن على عرض، ما قيمة هذه الصلاة؟ نقول له: استمر على الصلاة وانتبه إلى لوازم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أيضا أيها الإخوة، أن تذكر اسم الله وأن تذكره بالحمد والثناء والتمجيد، هذا ذكر تعبدي. وأن تذكر الله لعباده معرفا أنه هو الخالق والرب والمسير وهو الإله الواحد الأحد، أن تذكر أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، هذا ذكر دعوي. الآن أن تذكر أمره ونهيه، كيف تتقرب إليه؟ بطاعته. أين أمره ونهيه؟ جزء من الدين أن تبين أمره ونهيه، هذا ذكر. ولكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: أما الفقه الأكبر إن ذكرت أمره بادرت إلى تنفيذ هذا الأمر، وإن ذكرت نهيه ابتعدت عن هذا النهي بعد الأرض عن السماء. يعني أن يجدك الله عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. هذا هو الفقه الأكبر، أن تطبق الذي تعلمه للناس. الفقه الأكبر إن ذكرت أمره أن تبادر إلى تطبيق هذا الأمر، إن ذكرت نهيه أن تبادر إلى البعد عن هذا النهي. أيها الإخوة الكرام،
ولعل من باب التقريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كيف؟ أنت حينما تمسك كأس الماء لتشربه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من جعل هذا الماء عذبا مستساغا؟ الله جل جلاله. لو كان ملحا أجاجا ماذا نفعل؟ يموت الناس في البحر وهم على الماء محمولون من شدة العطش. فإذا ذكرت الله عز وجل، أي إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أن تذكر المنعم وأن تذكر أمر المنعم. أمرك النبي أن تشرب قاعدا، وأن تشرب على ثلاث دفعات، وأن تمص الماء مصا لا أن تعبه عبا. إذن البسملة تعني أن تذكر المنعم وأمر المنعم في كل شيء. ذهبت إلى محلك التجاري، بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي أن تجعل من هذا العمل التجاري في خدمة الحق. أمرك أن تبدأ عملك ببسم الله الرحمن الرحيم إن كنت طبيبا، أي أن تبتغي بهذه الحرفة وجه الله عز وجل، فتكون صادقا مع المرضى، متقنا في عملك، ناصحا لهم. أيها الإخوة، وهذا الذكر الثالث هو ذكر الفقه الأكبر، إن ذكرت أمرا بادرت إلى تنفيذه. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء. قالوا الذكر خمسة أنواع: ذكر بالقلب واللسان معا، وهذا أفضل أنواع الذكر على الإطلاق، ذكر بالقلب واللسان معا، وهذا أفضل أنواع الذكر على الإطلاق، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان وحده وهذا في الدرجة الثالثة. ذلك أن الذكر يرقى إذا اجتمع فيه القلب واللسان معا، أما إذا كان ذكر القلب وحده فهو أفضل من ذكر اللسان وحده، أما الأكمل أن يكون القلب ذاكرا واللسان ذاكرا. قالوا ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويدع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. أما ذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا، ثمرته ضعيفة. هذا الذي يذكر بلسانه فقط نقول له استمر في ذكر اللسان وأضف له ذكر القلب، لأن ذكر اللسان وحده قيمته ضعيفة جدا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في هذا الموضوع. قالوا الذكر أفضل من الدعاء، استنادا إلى الحديث الشريف القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لذلك المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. إذن الذكر بشكل دقيق أفضل من الدعاء، أما إذا كان لابد من الدعاء فلتبدأ بذكر الله عز وجل بحمده والثناء عليه ثم بالدعاء. هذا الحديث حسن صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. أيها الإخوة الكرام، قدوتنا في الدعاء دعاء سيدنا ذي النون عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. ماذا قال؟ قال: وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث،
في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قانون. هذا الكلام دقيق جدا. ما أراد الله أن يحدثنا عن قصة نبي، لا، أراد أن يجعل من دعاء النبي منهجا لنا في حياتنا. فمهما تكن مصيبتك لا يمكن أن تزيد عن إنسان وجد نفسه فجأة في بطن الحوت. ماذا يفعل؟ والله احتمال النجاة بالمليار واحد، بالمليار مليار واحد ما في، ومع ذلك نجاه الله عز وجل. فأية قضية هي أهون من قضية سيدنا يونس بكثير. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب الله له. سيدنا يونس ما قال يا ربي أنقذني، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال، أثنى على الله عز وجل. فقال العلماء الثناء على الله دعاء. يعني إذا كان إنسان قالت أم له وابنها عنده أسير أنت رحيم، ماذا تقصد الأم من كلمة أنت رحيم؟ أنت عادل، أنت لا ترضى بالظلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فك أسر ابني، هذا معنى الكلام. وفي الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب الله له. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أصول الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يدعو في ساعات الكرب، يقول لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هو يدعو يثني على الله عز وجل، يثني عليه ويبين أنه واحد أحد لا شريك له، وحده الفعال، وحده المعطي، وحده المانع، وحده الخافض، وحده الرافع، وحده المعز، وحده المذل. هذا معنى لا إله إلا أنت. الحليم الكريم، الرحمن الرحيم، رب العرش العظيم، الأمر إليك وأنت هكذا يا رب. القضية طوقت، أنت تعاني مشكلة، الأمر بيد الله، والله عز وجل كريم ورحيم وقدير وسميع ومجيب. فهذا قمة في الدعاء، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا الدعاء والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس. أيها الإخوة الكرام، هذا من السنة الإقرارية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية وسنته فعلية، وهذا من السنة الإقرارية. أنا أبشر الإخوة الكرام المستقيمين، أبشرهم بحياة طيبة ليست من عندي خالق السماوات والأرض. والله أقول لكم هذه الكلمة، يكاد المؤمن يعلم الغيب. يكاد معنى يكاد أنه لا يعلم الغيب، لكن يعلم القوانين الإلهية. إنسان اشترى مع أخته بيت ودفع كل منهما ثمن البيت مناصفة، لكن البيت لجمعية تعاونية
خاصة بالمحامين، أخته هي المحامين فهو باسم الأخت، أما أخوها دفع النصف بالتمام والكمال. البيت كان ثمنه 250 ألف صار حقه 18 مليون، وباسم الأخت طمعت بحكم أنها في القضاء وخبيرة ومحامية، ألزمته أن يخرج من البيت، ما خلى وسيلة. ابنه أحد إخوته، قصة طويلة، أخرجته من البيت واستولت على البيت وحدها. فقال لي الأخ: هكذا فعلت عمتي معنا، أخوها في عنده 14 ولد، 14 استأجروا مستودعات بالغوطة وتوزعوا بين الأهل، حياة تعيسة جدا. أنا والله قلت له: الله العليم، الله عز وجل سينتقم منها أشد الانتقام، لكن متى ما بعرف. والله غابني شهر، قال لي: عمتي مصابة بالسرطان، ممكن السرطان يدوم فترة طويلة. غاب شهر ثاني، قال لي: والله ماتت، ممكن تلقي لنا كلمة بالتعزية؟ وذهبت إلى البيت وألقيت الكلمة. من ورث الوحيد؟ أخوه. ورث الوحيد. أخواننا الكرام، إذا الإنسان ما دخل الله بحساباته بيكون أحمق، بيكون غبي، بيكون عم يدمر ذاته بيده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم. دقق، الآخرة موضوع ثاني، الآن بالدنيا، يعني زواج هذا كزواج هذا، صحة هذا كصحة هذا، سمعة هذا كسمعة هذا، مكانة هذا كمكانة هذا، سواء محياهم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الغباء كل الغباء، والحمق كل الحمق، والضلال كل الضلال، أن تتوهم أنه بذكائك تجمع المال على حساب حقوق الآخرين وتنجو من عذاب الله. أبداً. يكاد المؤمن يعلم الغيب لأنه يعلم قوانين الله عز وجل. وفي هذه الدروس إن شاء الله سوف نعالج 30 قانون من قوانين القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة، الآن الآية الأصل في هذا القانون، هي بشارة لكل مؤمن، لكل شاب. والله أعرف أحد رجال الدعوة إلى الله